السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. في بعض الأخطاء بيقع فيها بعض الفنيين لما بيجي يشتغلوا في شغل الخاص بالتبريد والتكييف، ولكن من هدفنا اللي احنا نصحح الأخطاء ديت ونخلي الفني دايما على خلفية اللي هو يكون ياخد باله من الأخطاء دي. لو نيجي نلاحظ في التلاجة الكريازي أو الفريزر الصندوق العادي خالص، ساعات في الفني بيركب الترمستات بشكل صحيح ولكن بيحصل فيه بعض اخطاء عنده. البلب الخاص بالترمستات لابد اللي هو ما يبقاش ملامس اي حاجه دافيه او اي حاجه سخنه. ساعات بنلاقي بعض الشركات بتغطي البلب. ازاي؟ هقول لك، بيكون في جراب زي ده عشان يحميه من السخونيه او الجو المحيط بيه من السخونيه، عشان ما ياثرش على مده الفصل والتشغيل الخاصه بالترمستات، لان معروف في ترمستات بيجي بدون بلب خالص، بيجي بدون العازل ده، فلازم احط له عازل. سواء في الديب فريزر بيكون محط تحت في صهد جنب الكباس فده حمايه له، او سواء في التلاجه الكريازي بيكون نازل من جنب الشبكه او من تحت الشبكه فده ايضا حمايه له، لان اختلاف درجات الحراره الموجوده بتاثر على مده الفصل والتشغيل. لما يجي الترمستات ياخد امر من بدايه البلب هنا بدرجات حراره معينه، يجي ينقلها للجزء اللي هنا الخاص او المنفاخ الخاص من هنا، زي ما تسميه بعض الناس يقول لك منفاخ او الرق بتاع الغاز اللي هنا، فهنا بيتاثر بالحراره الخاصه بالتبريد العالي، بيجي في النص هنا مع السخونيه ما هو فيش عازل فبيطير الحاجات دي كلها، بتلاقي التلاجه بتفضل مده فين وفين عم تفصل. تعال نتابع الفيديو مع بعض الاخطاء اللي بيقع فيها الفنيين وهم بيشتغلوا في بعض الامور. نتكلم على التلاجه الكريازي، الفنيين واقعين في غلطات فيها اكتر من غلطه وعين فيها، هنحاول احنا نبص على الغلط دي كلها، لان من هدفك انت كفني داخل تشيك على حاجة او تصلح حاجة لازم تشيك على كل شيء داخل التلاجة. نتابع الفيديو مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون فيديو مفيد لنا ولكم بإذن الله. واتمنى لو نلاحظ من الوهلة الاولى، اول ما نخشنا على التلاجة ديت في بعض حاجات لاحظتها وانا شغال فيها، فقلت اما اعمل عنها فيديو عشان خاطر اخوان الفنيين يخلي بالهم من الحاجات دي بالظبط. التلاجة الكريازي معروفة، سخناتها كل حاجة فيها معروفة، ازاي تقسيمتها ازاي شغلها، ولكن انا فكيت واشتغلت فيها بس فيها انا سبت الباقي الوضع زي ما كان بالظبط. تعال بص، دي انا فكيت الصاجة ديت راكبة بدون مسامير، ودي كانت طالعة لفوق وصل حد هنا المروحة تحت الريشة بالظبط، انا فكيت وعدلت. وقبل ما افك واعدل قمت قايل لازم اعمل فيديو واتكلم عنه. شايفين ثيرمو ديسك ال 15 فين بالظبط؟ قريب للسخان. يحصل عندي هنا مشاكل، طبعا انتوا كلكم فاهمين الوضع خلاص. مش هتكلم على حاجه هنا دلوقتي ولا هشرح حاجه هنا، انا هرجع لظهر الثلاجه ونبص على حاجه معينه عشان تخلي بالكم منها وتفهموها ازيد من اللازم، عشان خاطر اخواننا الفنيين يخلي بالهم ما يعوش في نفس المشاكل ديت فيما بعد. لو بصينا هنا على الترمستات واتكلمنا عنه اكتر من مره، ترمستات ملهوش جراب، محطوط في ظهر التلاجة وقدامه وراه على طول الشبكة. ايه اللي ممكن يحصل هنا يا شباب؟ تلاجة تجد حقق درجة داخلية في الفريزر مش قادر يوصل من البلب عشان يعطي امر للترمستات من تحت في الكابينة يقول له يلا افصل او اشتغل، لان الدرجة اللي هو بيحققها من الفريزر فقطها على طول اول باول. ده حاجة. الحاجة التانية ونيجي نتكلم عنها وهو ماسورة الصرف. لو جينا لاحظنا بعدك لاحظتها لما جيت اشتغل على الخرطوم ده، شايفين جيت اشتغل على الخرطوم عشان عاوز انضف واعمل، شايفين لقيت الماسورة بتعمل معايا ازاي؟ شايفين اهي محلولة. ده جزء بعدك يدل لي اللي فيه هنا عيوب لازم يتلحم ويتنضف ويتلحم. ماشي، انا بقى عشان اشرح لكم موضوع الترمستات ده بالظبط، شايفين بدون اي جراب حماية له، يعني ياجي التلاجة من الداخل تقول للترمستات هنا
انا وصلت لدرجة حرارة ناقص 20 تحت الصفر. الشبكة تقول لها خلي بالك انا لسه ما وصلتش لاي حاجة لان السخونية اللي في الشبكة هنا اول باول واكلة التبريد اللي نازل هنا عشان يعطي الامر للقطعة الداخلية اللي اسفل التلاجة عشان خاطر تبدأ تشتغل الابلاتين ويبصر ويشتغل. على ما اعتقد رؤية وضحت الفنيين عشان يخلي بالهم جيد جدا 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 في الامور ديت ويغنوش الغلطة ديت. التلاجة كده لما تيجي تحقق الدرجة بتاعتها عشان تفصل محتاجة وقت ومجهود كبيرة جدا ومن الصعب ليها تفصل. طيب من الصعب ليها تفصل، اذا هتكون عندي هنا مجموعة من التلج لان فصل وشغل الترمستات الخاص بالتلاجة بيريح معايا التلج شوية. التلج بينزل وبيهش وبيسيح، لكن طول ما هي شغالة على طول على طول على طول ما بتفصلش ما بتريحش، بيحصل عندي تجميد في الأطعمة تحت وتكوين في التلج هنا، وبعد مدة الجزء ده بيكون تلج كبير جدا جدا جدا. وبعدين عندي غلطة تانية هقول لكم عليها وهو السيرموديسك ال 15. مسافة التلاجة بتبدأ تسيح التلج اللي فيها والسخان يشتغل، يقول له افصل، فيفصل السيرموديسك ال 15، فيحصل هنا مجموعة من التلج هنا بتكبر، فإذا التلاجة بيحصل فيها عيوب كتيرة كتيرة، تبدأ تكون تلج وتبدأ ما تكمدش كويس ومع ذلك ما بتفصلش ويحصل عندي مشاكل كتيرة. الأمور واضحة قدامكم، يا رب كل فني يخلي باله من الحاجات دي كلها ويتقي ربنا في شغله ويلاحظ اللي هو بيتعامل مش مع العميل، يعامل يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ويخلي باله من الحاجات دي كلها. بعد ما عملنا المكرونه وغطينا الجزء ده خالص بتاع الترمستات ولحمنا الجزء الخاص بصرف الميه وقفلنا خلاص الجزء ده، هنخش على الجزء التاني عشان نعرف احنا هنعمل فيه ايه بالظبط الخاص بقلب الترمستات والحساس او الثرموديسك ال 15. الثرموديسك ال 15 بصفه عامه هيبقى في الجزء ده كده بالظبط، لا يروح يمين ولا يروح بعيد، واللي هيتابع الفيديوهات بتاعتنا فيما بعد هيعرف احنا اتكلمنا على ايه. عند البلب حطيته اهوت، هلفه بشكل نظيف وهنشوف هنعمل ايه بالظبط. عملنا الترمستات خلاص لفيناه وحطيناه في مكان معين وقفلنا كل حاجه مظبوطه بمسامرها بسجتها، قفلناها تقفيله كويسه، اتاكدنا من كل حاجه، عملنا السيرموديسك مكانه. في حاجه اقول لك عليها هنا، السيرموديسك ال 40 ده ابعده سنه شويه عن السخان. في فيديوهات اسيبها لكم اتكلمت عنها قبل كده عن التلاجه الكريازي ومشاكلها، ابحث داخل القناه عن مشاكل التلاجه الكريازي هتلاقي حاجات كتيره جدا 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 هتقابلك. بعد اخطاء فنيين بتقع فيها، اتمنى الاخطاء ديت معلش تتكرر من بعض الفنيين ويكون عندهم حاجات اللي هم يطوروا نفسهم ويكونوا فنيين ممتازين جدا. تعالى نتكلم فيما بعد ونشوف اعطار جديده في فئات مختصون في التبريد المنزلي ونشوف كل حاجه جديده في جديد باذن الله. تابعونا داخل القناه ان شاء الله في كل جديد وكل شيء هيكون متميز باذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.